إذن يعني قضية عادل الكاروشي تعود لتطفى على السطح فؤاد. نعم يعني ربما ظننا أن الملف طوي يعني منذ شهرين وهذه القضية وكأنها مثل المسلسلات البرازيلية يعني لم تنتهي. بعد شفنا ربما ردة الفعل ديال الدكتور عبد الرزاق هيفتي اللي هو دكتور يعني معروف ليه بالنزاهة ودكتور اللي أشرف على المنتخبات الوطنية منذ سنوات عديدة، كيفاش ردة الفعل ديالو الانفعال ديالو تعكس ربما حالة ديال غضب بخصوص قرار تبرئة ساحة عادل الكاروشي وفريق الرجاء البيضاوي، وذكر في تصريحات صحفية أخرى أنه فريق الرجاء البيضاوي لم يكن يعني ملزم انه ينفي، لانه الحاله الان المطروحه وهي كذب او لو ما يسميه كذب ان المسؤولين ديال فريق الرجاء نفاو توصلهم ربما بالتقرير الطبي ديال طبيب المنتخب اللاعبين المحليين في الوقت اللي مصادر داخل فريق الرجاء البيضاوي تقول بانها تسلمت يعني هذا الملف الطبي. وفريق الرجاء البيضاوي على اي من الاحوال ربما المعلومات اللي لدينا انه لم يكن يعني مطالب انه ينفي توصل، كان يقدر يقول انه توصل بالملف الطبي ويعني غير ما يتصدرش في حقه اي عقوبات لانه عنده الحق ان اللاعب يعني هو كان اختيار ديال الفريق انه يقحم اللاعب في المباراه ديالو ديال اولمبيك اسافي. على اي هذا يحيلنا ربما على عمليه شد حبل في الكواليس بين المسؤول الطبي بين مسؤولي فريق الرجاء البيضاوي اللي كيحاولوا ربما باي حال من الاحوال انهم يثبتوا المشروعيه ديال القرار ديالهم، وربما المطالب في هذه القضيه انه تكون هناك جلسه بين مختلف الفعاليات سواء تعلق الامر بالاجهزه الطبيه ديال الجامعه بالدكتور عبد الرزاق هيفتي بالمسؤولين ديال فريق الرجاء لطي هذا الملف، لانه في نهايه المطاف يعني ملف لا يجدي لا هذا الطرف ولا الطرف الاخر.